ملي لقيت واحد قلة الاحترام صافي بعدت على ذاك الانسان وقلت انني ما كنعرفوش نهائيا. هاد النوعيه ديال الخلافات واش ما كتاثرش لك على مسارك الفني؟ واش ما شوف كاع هاد الخلافات كنعتبرها موجة عابرة، لانه انا ماشي هادشي اللي غيميزني على الناس او لا. انا بمجرد انه كاين بزاف الناس باغيين صراعات معايا وباغيين يجبدوا معايا الصداع، فهذا بحد ذاته نجاح بالنسبه ليا. انت ما ساهلاش انا راه قلت لك انا ما تنبغيش نجبد شي واحد، واللي تجبدني ما تنبغيش نقول فيه شي كلمه او هذا، ولكن مضطره لانه هذاك الانسان جبدك بالسوء. والناس كتعرف هذا الزمان اللي قال عليك شي كلمه راه الناس تطيقه، دونك كنبرر هذا الموقف وكنقول الصراحه. كتامني بمبدا خوك في الحرفه هادو؟ اها امني به اكيد خوك في الحرفه هادو. واخا هضرنا على محمد عسل، ولكن بغيت نرجع معاك، علاش سولتك على ابتسام تيسكت وعلى جميل بدوي وقلتي ما كنعرفوش؟ مسألة شوية لأنني إنسانة ما تنبغيش اللي يبان على ظهري، كنبغيش اللي كيضرب من تحت كيدير فيها البراءة. حتى هما كيقولوش شي؟ أنا ضد، لا يقولوا اللي قالوا، كل واحد عارف راسه وعارف اش داير، دونك ما يحتاجش انا نبقى نهضر ونبقى نقول قصه حياتي باش الناس تيقني وتعاطف معايا، لا كنقول الصراحه. دابا الناس شنو يقولوا؟ دنيا الا شافوا دنيا عندها خلافات مع بزاف الفنانين يقولوا دنيا اللي فيها المشكل. ما فيهاش المشكل، الحمد لله. انا كنقول بهاد الناس انا ناجحه، وعمر شي انسان ناجح ما كيلقى مجموعه ديال الصراعات ومجموعه ديال الناس اللي تتهضر عليه دائما، مجموعه ديال الناس اللي تهضر عليه باش يهضروا عليهم الناس. كنشوفوا هذه بزاف طارية مع مجموعة ديال الفنانة ساعد، يعني كلهم الناس اللي بارزين في المغرب دائما كيلقاو هذه المشاكل، وانا من ضمن هاد الناس. وهاد المشاكل ما تتعنيش ليا الصراحة، لانه مركزة على شغلي اكثر، وبعض المرات ملي كيكون عندي الوقت خاوي تنشوف هاد المسائل وكنخلي ناس اخرى اللي ترد على هاد الناس. ناس اخرى اللي ترد على هاد الناس. على ذكر هذه القضيه هذه، بزاف ديال الناس فاش كيشوفوا صراعات ديال دنيا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الانستغرام سواء في تويتر كيقولوا ماشي غير دنيا كتجاوب، كاين حتى ناس اخرين، ودائما اصابع الاتهام موجهه للاخت ديال ابتسام باطمه اللي كيقولوا بانها هي اللي كتكون كتجاوب معهم ولا كتواصل معهم. واش هادشي صحيح؟ اختي كتعقل الكل ذي حق حقه. كيفش؟ كل واحد كتهضر معاه كيفاش الاسلوب ديالو كيفاش كتهضر كترجع ليه بنفس الاسلوب باش يستوعب باش تدخل ليه الدماغ. ماشي غير اختي، مجموعه ديال الناس اللي تتبغيني تتعرفني مباشره ودوزوا معايا ماشي يوم ماشي يومين، عارفين دنيا باطمه شنو كتسوى. فكل واحد كتضربوا النفس على اختو او خوه، احنا في الاخر احنا بنادم، راه ماشي حديد ولا حجر، راه انسان عادي ملي تتعير ليه خوه ولا هذا راه تشوف رده الفعل كيفاش دايره. نفس الشيء فنان عادي كتقول لي انت خليك اللور، انا خرج لي من فاس، انا خرج الفاس وكنحييها كنبغي لها تصفيقه كبيره، فريمون كنشكرها بزاف على هذه المسألة.